اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم روي عن فاطمة الزهراء السلام عليه أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي فاطمة إني لا أجد في بدني زوفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ النورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء صلوات على محمد وآله قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء ودنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معهما الحسين تحت الكساء صلوات على محمد وآله قالت فاطمة عليها السلام فما كان إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك يا نعم تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله تأذنوا لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم
قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء. قالت فاطمة سلام عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه والسلام عليك يا رسول الله، يتأذنوا لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم، قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وعزاتي جلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا عرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. صلوات بڑے محمد. فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال له تعالى هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلوها وبنوها. قال جبريل يا ربي أتأذنوا لي أحبتي إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم، قد أذنت لك. فهبت الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا عرضا مضحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء. فهل تأذنوا لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلون سنة هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرونا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتينا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعزوا وسعدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى محمد.